انا مش زعلانه ان انا بتكلم عليه كل شويه ومش زهقانه، يعني هو حالنا كلنا اكيد ان احنا حاسين بملل، لكن انا شخصيا ما بملش. ليه؟ لان بحس ان كل كلمه هقولها، كل كلمه هنوعي بيها حضراتكم، هنفيد انفسنا وهتفيد حضراتكم، وهنسال عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان كل واحد فينا له دور. ويا ويله يا ويله اللي يتهرب من دوره في وقت حساس زي ده. لو انت بتؤجر وبيته ثاب في اي وقت، ليك اجر مختلف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقت الشدائد والمصائب والاوبئه، كل واحد في مكانه له دور. فخليكم عارفين كويس جدا ان كل واحد فعلا بيخرج من بيته بنحتسبه شهيد. هو رايح حتى بصوا ابسط عامل هو بنحتسبه شهيد، لانه خارج من بيته عشان يخدم المجتمع ويقوم بدور. طيب هنتكلم عن كورونا زي ما قلت لحضراتكم، وتأثيره على البيئة، وعمل ايه في البيئة، واثر فيها ازاي، وتأثرت بيه ازاي، واثر فينا احنا شخصيا ازاي، لان احنا جزء لا يتجزأ من البيئة المحيطة بنا. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي العزيز الجميل اللي بسط لي خالص من زمان، من اول ما كان موجود معانا وتشرفت بيه في ساعة صبحية، بسط لي موضوع البيئة والكيمياء والحاجات العلمية اللي انا ما بحبهاش قوي، بس هو كلامه زي ما بيقولوا سهل الممتنع. خليني ارحب بيه، هو ضيفي العزيز دكتور مجدي ابو بكر، استاذ الكيمياء التطبيقيه والبيئيه. دكتور مجدي اهلا بيك ونورتني. اهلا بيكي، وصباح الخير عليكي، وصباح الخير على الطاقم الجميل، صباح الخير على مصر حبيبتنا، ربنا يحفظها يا رب. اللهم امين. امين يا رب. انا كمان بشكر الدكتور لانه هو كمان ملتزم جدا بالبوليسي بتاعتنا، وداخل حتى الماسك على الكمامه على رجليه، واول ما دخل كان لابس الماسك. هو ده الروح اللي احنا بنطلبها من كل الناس، مش بس من الدكاتره واللي عندهم وعي، ومن البسطاء كمان. يا دكتور معلش انا عايزه اتكلم معاك في النقطه دي، ان قد ايه التزامنا ومعرفتنا بالفيروس هي دي اولى الاسلحه اللي هتخلينا نقضي عليه تماما ونخليه ملوش وجود في البيئه المحيطه بينا. لا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. هو للاسف الشديد ان احنا عندنا نقص في الوعي والثقافة. وأنا اتكلمت قبل كده وقلت الثقافة البيئية والوعي البيئي والتربية دي أساسها البيت. فلما بنتكلم على أي مرض بيصيب أي حد، ربنا يشفي كل الناس. آمين. القصة مش قصة إن أنت بتصاب وحدك، قصة إن أنت لما بتصاب أنت ما تبقاش عارف إن أنت أصبت، والخطر ما بيبقاش محيط بيك لوحدك، خطر بيبقى محيط بأفراد الأسرة والعائلة اللي أنت بتحتك بيها بتتعامل معها. ده في المقام الأول للبيت. طيب لو كان حد موجود في البيت لا قدر الله جهاز المناعة عنده ضعيف، ده خطر أكتر. طيب هتطلع بره البيت، يبقى هتضطر تحتك بزملائك والناس اللي موجودين معاك في العمل، نفس القصة. هنا بيحضرني قصتين خلينا نتكلم عليهم بخصوص الفيروس دوت. يعني كان في واحد اعرفه لسه امبارح او اول امبارح، بتصل بيه اخبارك يا حبيبي، قال لي انا تعبان. تعبان ليه؟ قال لي انا مش قادر اتنفس. الاستاذ الفاضل المبجل ده الاسبوعين الاخر بتوع شهر رمضان ما التزمش بالجلوس في البيت والبقاء في المنزل زي التعليمات بتاعت الدولة، ما بتقول لنا اقعدوا وخليكوا في بيتكم. فكان بينزل يشتري الاحتياجات بتاعت البيت، ينزل احتك بالناس، ينزل السوق، ينزل يشتري. النتيجة كانت ايه؟ امبارح بتكلم معاه، اخبارك ايه، عامل ايه، تعبان، صوته مش طالع. طب قول لي اخبار التحاليل اللي انت عملتها ايه. قال لي التحليل اللي انا عملته كان طالع فيه كرات الدم البيضاء صفر. كرات الدم البيضاء معناها جهاز المناعة. طب عملت أشعة على صدرك؟ قال لي عملت الأشعة بس لسه ما أخدتش النتائج. قلت له القصة أنت بتتكلم فيها دي ما تنزلش ولا تعتب الشارع أو ما تعتبش بره باب بيتك إلا لما تعرض النتائج والتحليل ديت على دكتور أخصائي صدرية اختصاصي في الجزئية ديت. الكلام ده امبارح، امبارح بالليل. القصة بتاعت امبارح بالليل دي حصلت معايا أنا شخصيا في سنة 2016. بالتحديد شهر 8 2016. شهر 8 2016 كان فيه فيروس
ما كانش حد سامع عنه كتير، كان اسمه ميرس، فالناس كانوا بيدلعوا يقولوا عليه ميرسا، هو اسمه ميرس. وده اعتقد لا اجزم لان انا مش متخصص في امراض المناعه والكلام دوت، اللي هو ممكن يكون تحور منه، ممكن احتمال كورونا دوت. كانت والدتي رحمه الله كانت في العنايه المركزه، وكان العنايه المركزه مشكلتها ان الناس بتخش على قسم الطوارئ، تخش على قسم الطوارئ الدكتور ما بيشخص بتاع الطوارئ، مش بيشخص المرض او الحاله المرضيه اللي جاي بيها المريض. فلما بيلاقي الحاله بتاعته صعبه ومتطوره ومش قادر يعمل معاه اي حاجه، يعمل ايه؟ طلعها على رعايه مركزه. فالحالات بتطلع رعايه مركزه، لما بيجي الدكتور بتاع الرعايه عشان يكشف ويشخص الحاله بياخد يوم او يومين لغايه لما يشخص كل الحالات اللي بتخش الرعايه المركزه دي. فلما كنت بخش لوالدتي زياره ما بقدرش امنع نفسي، احضنها، ابوسها، اسلم عليها، اقرب منها. للاسف الشديد او بقى اللي حصل يعني للحظ، مش عايز اقول سوء حظ يعني، ان كان في 2 مرضى كنت اعرفهم في الرعايه، فكنت اروح اطمن عليهم، ابص عليهم، اقرب منهم، اخباركم ايه، محتاجين حاجه. يوم 2 وحسيت ان في عندي مشكله حصلت في التنفس، حقيقي ده حصل. فطلبت ان انا اروح المستشفى، انا اللي قلت ودوني المستشفى. لما دخلت المستشفى في الطوارئ بتاعه المستشفى قلت له، ما تقول لي دكتور بتاع الطوارئ، دكتور الطوارئ لما جه قلت له انا عايزك تطلب اخصائي الامراض الصدريه والحساسيه بتاعه الصدر. ليه؟ قلت له عشان اشكك في ان ممكن اكون اصبت بفيروس اسمه ميرس او ميرس. انا اللي بقول له انا شاكك، فبقول له اشتغل على الجزئيه دي ان ممكن يكون في الاحتماليه ديت، ما تشتغلش ان انا جاي لك بديك تنفس، ان ارتفاع درجه حراره، ان في عندي مشاكل في الحساسيه. كلام انا ما عنديش حساسيه صدر، ما عنديش مشاكل تنفس، ما عنديش اي حاجه الحاجات الحمد لله. حضرتك شكيت؟ بس شكيت لان في الوقت ده سمعت ان في فيروس كان موجود في التوقيت دوت في المكان ده. فقلت له اشتغل على الحته دي. لما جه الدكتور جالي تاني يوم فبيقول لي انت للدرجه دي بطل يعني؟ فبقول له بطل ليه؟ قال ان انت تصرح وتقول اشتغل على دي. ابتدوا يعملوا لي الاختبارات اللازمه، مسحه، مساق، مزرعه، كل الحمد لله كلها طلعت الحمد لله يعني. لكن القصه في ايه؟ القصه ان لما البني ادم يشك ان هو تعبان يصرح ويقول انا تعبان، انا حاسس بكذا، ويعزل نفسه. لما حصل كده ودخلت الغرفه في المستشفى قلت لهم ما حدش يجي لي زياره، واللي يجي لي زياره يقف على باب الغرفه من بره من بعيد يسلم عليا من بعيد، ما يقرب ليش. ليه؟ لان انا خايف على نفسي زياده ان ممكن يكون واحد اصلا حامل للفيروس دوت ومش باين عليه ويجي يسلم عليا فيعمل لي انتكاسه زياده. صحيح. او اكون انا لسه فانقله له. طب ما انا احمي نفسي واحمي الراجل اللي جاي يزورني ده. حلو الوعي. هي دي القصه دي. هو الوعي دكتور، ومش بس عشان حضرتك طبيب ومثقف لكن احنا بنتكلم بالفطره، هو حضرتك خايف على اللي منك، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وبسلوكك ده برضه هتقدر تحمي البيئه. يعني احنا كنا بنتكلم قبل الهوا وبحكي لحضرتك وبتقول لي على الدور اللي انا قلت عليه وغيره. الدور اللي انت قلت عليه انت كمان ده صعب. انا بتخيل هو ده ما كانش، انا ما اقدرش ادي لده تشخيص، ولكن هو فعلا من الشجاعه ان الواحد يتكلم ويقول. للاسف ان انا بلاقي ناس كتير جدا جدا حتى في حالات الوفاه، يبقى المتوفي مصاب بكورونا، طب قوله عشان اللي رايح متطوع لله سبحانه وتعالى يغسل ده رايح يعني في ناس بتتطوع ما بتاخدش اجر، يعني هي راحه احتسابا لله سبحانه وتعالى، فقولوا له بس عشان ياخد الاجراءات الاحترازيه عشان يحمي نفسه، ما يجيش هو بيبقى بيغسل وبعدين بعد يومين هو يتغسل. فهي الشجاعه وال مش عايزه اقول ان يعني ايه المصارحه، في المصارحه انا مش بقول لك تقول حاجه شخصيه، انا بقول لك تقول حاجه هتحمي بيها نفسك وهتحمي بيها اللي حواليك وهتحمي بيها البيئه المحيطه بيك. طب بص يا دكتور، هو احنا عارفين ان كل حاجه ليها عيوب طبعا. وليها مميزات اكيد، سلبيات وايجابيات اكيد. في كورونا ده ليه يعني الفيروس اللعين ده
قد يكون ليه ميزه غير ان احنا تاملنا النعم والحاجات الانسانيه وغيره، لكن ايه ميزته وايه ايجابياته اللي ممكن يكون بيها اثر على البيئه؟ تعالى نلاقي له اي حسنه كده. تخيلي بقى حاجه جميله جدا نيجي نقولها في اكسبريشن كده او تعبير لطيف جميل قوي. قال لي ان الارض استعادت صحه التنفس بتاعتها. بمنتهى البساطه اللي في الدنيا من غير فزلكه علميه او مصطلحات علميه والكلام ده، استعادت التنفس. او في بقى مصالحه مع النفس زي ما بيقولوا بالنسبه للارض. ازاي؟ شوفي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول في كتابه الحكيم ظهر الفساد في الارض، فربنا سبحانه وتعالى لما بيظهر الفساد في الارض يبعت جند من جنوده عشان يعالج الفساد ده. احنا مش عارفين، لا احنا شايفين العدو اللي احنا بنتكلم عليه ده، لا احنا عارفين نحاربه ولا احنا شايفينه ولا عارفين حجمه قد ايه. فيروس، انت بتحاربي حاجه انت مش شايفاها. تخيل انت لما بنيجي نتكلم على الرقابه عموما، عشان هنتكلم عن الاداره ودي الوظيفه الحاكمه في العمليه الاداريه اللي هي الرقابه والمتابعه اللي بيقوم دلوقتي بيها الجهاز الجميل بتاع مجلس الوزراء، يعمل رقابه ومتابعه للي بيحصل. مش عايزين نبعد عن موضوعنا، خلينا في القصه بتاعت الارض بتعيد التنفس بتاعها تاني. طب بتعيد التنفس بتاعها تاني ازاي؟ كان في مداخله من الدكتور الجميل اللي كان قبل ما نخش اللي كان بيقول التحسن في جوده الهواء، دكتور علي قطب. فسمعت الحته دي عجبتني جدا. التحسن في جودة الهواء بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، هو مع أدياش لكن منتهى البساطة اللي في الدنيا، لما نيجي نقول التركيب الهواء، تركيب الهواء عبارة عن أكسجين، نيتروجين، ثاني أكسيد الكربون وبعض الأكاسيد اللي موجودة، أكاسيد نيتروجينية، أكاسيد كبريتية والكلام ده. كل عنصر من العناصر دي ليه نسبة في التكوين بتاع الغلاف الجوي بتاعنا ده. النسب دي اتغيرت؟ اتغيرت. طب اتغيرت عشان تعمل تحسن في جودة الهواء؟ هذه الإيجابيات بتاعت الفيروس ده. تخيلي إيجابياته إيه بقى؟ إن لما الناس قعدت في بيوتها ابتدى الأنشطة الصناعية والتطور الصناعي والمصانع ابتدت تقل الأنشطة والتشغيل بتاعها. فابتدت الانبعاثات الهيدروكربونية والانبعاثات اللي بتطلع اللي هي ملوثات ومخلفات بتحمل في الغلاف الجوي، لان احنا قلنا قبل كده انت شاطره في الحته دي، ان احنا في عندنا كائنات حيه وكائنات غير حيه، فالمكونات غير الحيه اللي هي الهواء والماء والتربه. خلينا نتكلم على الهواء اللي احنا بنقول تحسن جوده الهواء الجميل دوت احنا بنتنفسه. صحيح. تحسن جوده الهواء كنا بنقول ان ثاني اكسيد الكربون نسبته 3% 3% لكن كارثته مع الاكاسيد النيتروجينيه، خاصه اكسيد النيتروز اللي هو النيتروجين والقصه دي، مع السي اف سي اللي هو الكلوروفلوروكربون اللي هو الفريون، انت اتكلمت في الحته دي قبل كده، مع الانبعاثات الغازيه، مع كذا مع كذا، كل الكلام دوت النسب بتاعه قلت. تخيل انت النهارده لما قلت للناس اقعدوا في بيوتكم خليكم في البيت، عدد السيارات اللي كانت موجود تعمل ترافيك او الهيفي ترافيك في الطرق وفي المرور، ازدحام المروري ما فيش. طبعا اخر اسبوع لاخر اسبوعين في رمضان قبل العيد والاسبوع بتاع العيد ما فيش خالص. صحيح. فتخيل انت انبعاثات، ما فيش تلوث هيدروكربوني. كل الكلام دوت لما كنا نيجي نقيس قبل كده اللجنه الدوليه لمتابعه التغيرات المناخيه، وهي المسؤولة عالميا في قياس ورصد مستويات التلوث والملوثات والمخلفات المحملة في الجو، كانت بتقول ايه؟ كان بتقول ان نسبة ثاني اكسيد الكربون وهو احد الغازات المسببة للغازات الدفيئة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اللي انت كنت بتسأل عليه قبل كده. او احنا ليه دلوقتي حاسين ان الجو لطيف؟ ليه مش هنحس ان في درجات حراره ممكن ترتفع فجاه زي ما كان بيحصل في الصيف قبل كده في شهر 6 في شهر 5 كنا بنحس درجه حراره ارتفعت، مش مستنيين شهر 7 ولا شهر 8.
لان النسبه ديت كنا بنقول ان ثاني اكسيد الكربون نسبته كان قبل 300 سنه فاتوا كان 275 مليون في مليون جزء في الهواء. ابتدى يزيد مع التطور الصناعي بقى 400 مليون جزء. طب حلو، كان بيسبب بقى دوت مشاكل بنسبه قد ايه؟ هنقول بنسبه 4% مثلا. طب لما قاسوا تحسن في جوده الهواء حاليا لقوا ان في انخفاض في نسبه التلوث بتاع ثاني اكسيد الكربون بنسبه 23%. يعني اذا لما نيجي نحسب 23% من 400 مليون جزء دول معناها 25% منه، يعني نزل من 400 مليون جزء نزل ل 300. طب ما هو كان قبل النشاط بتاع التطور الصناعي، والتطور الصناعي كان 275، يعني نعتبر ان احنا وصلنا تاني للنسبه اللي كانت موجوده قبل كده من قبل مثلا 300 سنه فاتوا. حكمه ربنا. سبحانك يا رب. طب نيجي نشوف بقيه الحاجات التانيه، العناصر التانيه. كان بيقول لك ان في الغازات الهيدروكربونيه متمثله في حاجه اسمها الميثان اللي هو CH4 دوت، كان التلوث بتاعه برضو بيطلع من العوادم بتاع السيارات. طب السيارات ما طلعتش في الشوارع وقعدنا في بيتنا ومحدش نزل بالعربيه، ما كانش في مواصلات عامه، ورئيس الوزراء والوزاره وكل الناس ديت قالت لك ايه؟ ما فيش مواصلات عامه في العيد. طب اخر اسبوع ما فيش كذا ما فيش كذا، كل الكلام دوت ساهم في ان النسبه دي تقل. طب قلت بكتير. ثاني اكسيد الميثان دوت او الغازات الهيدروكربونيه دي كانت بتتضاعف ومش عارفين النسبه بتاعتها. لما قاسوا نسبه التحسن في جوده الهواء لقوا ان انخفضت بنسبه 12%. طب تعالي بقى خدي الرقم الجميل ده. الكلام ده حصل على مستوى العالم، حصل على بالتحديد 337 مدينة على مستوى العالم، أكبرهم الولايات المتحدة، المدن بتاع الولايات المتحدة والمدن بتاعة الصين. فلو أن 337 مدينة حصل فيهم تحسن في جودة الهواء ونزلت النسب بتاعتهم ديت بالنسبة اللي قلتلك عليها 23% 12% 4%، نزلت النسب بتاعة التلوث ده. طب مظاهر الكلام دوت بقى الجميل اللي حصل أكتر جمالا، أكثر جمالا يعني، في بعض المدن رصدوها بعض المدن العالمية على مستوى العالم. هنيجي نقول مثلا في فينيسيا البندقية إيطاليا، وكانت هي وأسبانيا من أكتر الدول اللي حصل فيها إصابات كورونا، وفيات وإصابات. لو أن أنت كنت بتشوف المنظر بتاع الجندول كده والمراكب فيه حلو، كان الكلام دوت أصلاً المجرى المائي دوت كان كله ملوث. ابتدوا يظهر بعد كده لما حصل الناس قعدت في بيوتها مفيش كذا مفيش كذا، ابتدت المية تروق لدرجة ان هم بقى عامل زي المية، احنا نلاقي دعاية للبحر الأحمر بتاعنا، بقت عاملة زي ريئة ويشوفوا السمك زي ما احنا بنشوفه كده في المياه بتاع البحر الأحمر ومرسى مطروح الحتة دي. باريس فرنسا كانت برضو من ضمن العواصم اللي كانت الإصابات فيها كبيرة. لو تخيل أنت بط ماشي في الشوارع بتاع باريس. طب لندن إنجلترا حصل فيها إصابات كتير، لو أن في غزال ابتدى يمشي برضو في الشارع. طب نخش بقى على دول تانية كده فيها قرود زي الهند ونيودلي، لأن القرود انتشرت وبشكل جميل كده في الشارع كده. يعني قصد حضرتك ان الحيوانات دي بترعى وبتعيش في الاماكن الطبيعيه النقيه، فبالتالي انها لما تظهر بالشكل ده معناها ان احنا رجعنا تاني للطبيعه البيور النقيه اللي في مؤثرات التلوث فيها قليله. بالظبط. وفي نفس الوقت في امان. طبعا. يعني النهارده لما بتحصل اي مشاكل في الدنيا بيبقى في عبء، ولذلك احنا بنقول تحيه اعزاز وتقدير للأجهزة الأمنية اللي موجودة عندنا في بلدنا. ليه؟ تيجي تبص تلاقي الجيش بتاعنا ما شاء الله ربنا يحميه ويحمي مصر، قايم بأكمل دور بتاعه وعلى أكمل وجه، موفر لك كل حاجة اللي أنت عايزها. تيجي تبص الجيش الأبيض اللي احنا بنقول عليه دوت برضه في منتهى الرقي اللي في الدنيا والاحترام اللي في الدنيا. ناس بتضحي بنفسها عشان خاطر إن الناس التانية تعيش وتلاقي حد يخدمها. صحيح. مش نتنمر عليهم بقى.
واخده بالك؟ الشرطه قايمه بالدور بتاعها في ان هم الدور الامني بتاعهم في ان هم يطبقوا الساعات بتاعه الحظر والقصه دي. فده بالنسبه لي الكلام ده. اتفضل جزئيه صغيره عشان نقول ان ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه على الخلق والعبيد بتوعه. تخيل انت قبل كده كنا بنسمع عن حاجه اسمها ثقب طبقه الاوزون. برافو عليك. الاوزون لقوا ايه بقى؟ لقوا ان حصل التئام. يا سلام. التئام في ثقب طبقه الاوزون ده. سبحانك يا رب. في كام شهر دول بالظبط؟ نتيجه ايه؟ نتيجه انخفاض الانبعاثات والمخلفات والملوثات اللي بتبقى كده. طب دكتور شوف الحاجات الحلوه اللي حضرتك قعدت اتكلمت، وانا كنت مستمتعه وانا بسمع الكلام الحلو ده، وقد ايه ان احنا كورونا اللي ارعب العالم ودمر اقتصاده وحصل بسبب وفيات، سبحانك يا رب يعني في برضو مميزات. هل حضرتك تعتقد، وخلينا متفائلين ويعني اصدقني القول، الانسان هيتعلم؟ يعني حضرتك بتتكلم على الولايات المتحدة واليابان والصين، انها من اكثر دول العالم اللي كان فيها مسببات للتلوث بسبب اقتصادها والتطور اللي حاصل، وهي عايز تكسب، فبالتالي في انبعاثات وفيها مشاكل كتير. هي مش مدركة ان ده بيحصل مقابل المادة اللي بتحصل عليها او المكاسب اللي بتحصل عليها، يعني هي بتخسر من ناحية تانية. الطبيعة الإنسانية البشرية العادية إن احنا هننسى وهنرجع تاني زي الأول ونلاقي ثقب الأوزون اتسع وتلوث الهواء، ولا فعلا هيكون في دروس مستفادة تخلينا نقدر قيمة الهواء اللي بنتنفسه والبيئة المحيطة بينا ونتعلم فعلا، وخصوصا الدرس كان قاسي قوي. سو طبعا عايز أقول إيه، إن من شدة وقسوة وعنف الفيروس دوت خلى الناس تخاف على بعضها. يعني بجد حقيقي ده حصل. يعني النهارده لما الاقي مثلا اختي جالها دور انفلونزا عادي، تتصل بيا تقول لي انا مش هقدر انزل من البيت ومش هقدر اجي لك لان انا عندي دور برد وعندي دور انفلونزا. دور برد وانفلونزا، بس هي برضو من خايفة. الوعي خايفه على اخوها. صحيح. فمش هتنزل. نفس القصه تلاقي والدتك تقول لك ايه، ما تنزليش الا لما تكوني لابسه الكمامه، اتعلمي الدرس. وانا النهارده اما نيجي نقول اداره الازمات او الاداره، ونيجي نتكلم عن الاداره عشان بني ادم يتعلم الدرس صح، بنيجي نقول ايه بقى؟ كنا حاجه بندرسها كده في العلوم، الناس الاساتذه بتاع العلوم الاداره يقول لك ايه، مقوله كده جميله خالص، يعني من لم يتغير سيتغير. انت مش عايز تتغير بمزاجك هتتغير. يعني اذا انت مش هتتغير وتسمع الكلام كده بالراحه كده والتعليمات اللي بنقول لك عليها، البس الكمامه، البس الجوانتي، عقم ايدك، اغسل ايدك بالماء والصابون. لما تشتري حاجه عقامه، ما تخشش البيت بالشوز بتاعك، ما تخش وانت شاري حاجه حط الحاجه بتاعتك في الحوض بتاع المطبخ او الكلام دوت، عقم الحاجات دي. كل دي دروس مستفادة. صحيح. طب الكلام دوت بيجي منين؟ من إدارة الأزمة. واعتقد يا دكتور ان احنا كنا بندير الأزمة بمنتهى الحزم وبالإمكانيات بتاعتنا. ليه انا مش عايز اقطع كلامي. احنا بنديرها بمنتهى الحزم ليه؟ لان احنا وصلنا لمرحلة برضو الناس بتوع الأساتذة بتوع علوم الإدارة بيقول لك ايه، خلينا نتكلم ونقول ديمقراطية الحوار بدل ما اوصل معاك لديكتاتوريه القرار. بس في اوقات يا دكتور انت وصلت لديكتاتوريه القرار. لا، ما هو ده بقى الوقت. يمكن انا عايز اختم حديثي مع حضرتك بفكره ديكتاتوريه القرار في الوقت اللي انا بعمل فيه ديكتاتور عليك، بس انا خايف عليك. مش ديكتاتور من باب التحكم او القهر، لا خالص. لما بقول لك البس الكمامه، وده القوات المسلحه بتوزعها على الناس بالمجان، غير توزيع بالمجان في محطات القطارات وغيره. لما وزيره التجاره والصناعه تتفق مع وزيره الصحه، هيتفقوا مع معالي الدولة رئيس الوزراء ان عايزين ننتج كمامة عشان تكون متاحة للجميع، عشان ما حدش يقول انا مش لاقي كمامة، ما حدش يقول صحيح. اصل الكمامة سعرها قد كده. فلما يجي يقول لك انا هنتج 30 مليون كمامة في الشهر، ال 30 مليون كمامة في الشهر ده
سعر الكمامة 5 جنيه، هتبقى في متناول الجميع. الكمامة قماش ممكن تتغسل ويعاد تعقيمها ويعاد لبسها لمده شهر. بس هي دي بقى اللي انا بقول علينا، انها يا دكتور المواصفات ما تكونش كمامه عاديه قطن كده من اللي بتتباع لاصحاب، يعني عفوا في التعبير، اللي هم السبوبه او عايزين يعملوا مكاسب على حساب الناس. لا، خدوا حاجه موثوق منها. واتمنى ان احنا فعلا نكون يا دكتور اتعلمنا الدرس. ممتنه جدا لوجودك، دايما بحب اشكرك على كلامك العلمي المبسط. شكرا جزيلا دكتور مجدي ابو بكر، استاذ الكيمياء التطبيقيه والبيئيه. شكرا جزيلا. انا اللي شاكر ليكي وشاكر لكل الطعم الجميل ده. ربنا يحفظ لنا مصر. امين. ويحفظ لك بنوتك. امين يا رب. وحافظ عليها وحافظ على نفسك، وكلنا نحافظ على نفسنا طبعا. ونبقى في البيت ونلتزم بالتعليمات ونلتزم بالقرارات اللي بتتقال عشان نحافظ على نفسنا وعلى المحيطين بنا. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور مره تانية، وبشكر حضراتكم على حسن متابعه هذه الفقره. احنا مش ماشيين، فاصل قصير وعلى طول راجعين، استنونا.